اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا الكبار كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ الف مبروك الاول. الف مليون مبروك طبعا كابتن اسلام، الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي. طبعا انجاز ثاني مره النادي الاهلي بيحققه، مش غريب طبعا النادي الاهلي، ولكن فرحتنا ان الانجاز فعلا كان مستحق بعد الجهد اللي الفريق عمله، سواء اللعيبه او الجهاز الفني او حتى الاداره. راجل جهد ايه يا راجل؟ ده احنا بنلعب الدحيل فريق ضعيف، وبنلعب بالميرس فريق ضعيف، ويا راجل لا مش برازيلي يا راجل. اه مش برازيلي عملوه من يعني ماشي. فيعني كمل يا كريم اتفضل. نبي سيبني ساكت، عايز احتفل النهارده. لا براحتك مش جاي اقول شويه ارقام وهمشي يعني. موضوع سريع. موضوع سريع النهارده، هذا موضوع سريع، مفيش تحليل طبعا. عايزين نحتفل بالانجاز النادي الاهلي عمله، وعايزين نوثق بعض الارقام انا واحمد. طبعا ارقام مهمه، واللحظات يا جماعه اللي احنا بنعيشها دي، ده التاريخ يا كابتن اسلام، ده التاريخ. مزبوط. التاريخ اللي احنا المفروض نسطره للعيبه، واحنا مسؤوليتنا كاعلام ان احنا نسطر ونوثق الارقام اللي بتتعمل دي عشان تتساب للاجيال بعد كده ان شاء الله. اذا كان النادي الاهلي حقق المركز الثالث مرتين في المونديال ان شاء الله، باذن الله باذن الله لما يبقى بطوله المونديال 24 فريق نقدر نحقق الوصافه، ليه لا؟ وبعد كده ان شاء الله نكسب البطوله، وكلها امل. وازاي النهارده نحبب الاولاد الصغيرين في الاحداث زي دي عشان يحبوا الكوره ويحبوا الرياضه، مش نقعد بقى نقعد نقطم في بعض وانت ما تستحقش. والله بجد يعني حاجه يعني بصراحه غريبه جدا. ربنا يهدي، ربنا يهدي الجميع. طيب ارحب ايضا بيك يا احمد، ويعني النهارده احصاءات وارقام كثيره جدا. الحمد لله. في البدايه طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. الحمد لله يعني الحمد لله، يعني فعلا النادي الاهلي امبراطوريه لا تغيب عنها شمس البطولات. يعني النادي الاهلي يعتبر دلوقتي في البدايه كده هو اول فريق عربي وافريقي بيحقق البرونزيه مرتين، يعني اول فريق عربي وافريقي يوصل لمنصات التتويج مرتين. طبعا المره الاولى كانت مع حضرتك سنه 2006، والمره الثانيه العام دوت. النادي الاهلي طبعا اكثر فرق العالم ظهورا في المونديال معادلا لرقم. دلوقتي هتكلمنا على ارقام عامه. ارقام عامه النادي الاهلي طبعا، عندنا شويه وقت كتير النهارده، ولكن يعني اهم حاجه برضو الناس تعرف الارقام وقد ايه ان في ارقام قياسيه كبيره جدا عملها النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو اكثر فرق العالم ظهورا في المونديال معادلا رقم اوكلاند سيتي ب 15 مشاركه. الحمد لله برضو ده اكتر النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تسجيلا للاهداف في المونديال، وصل ل 12 هدف. الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تاهل لنص نهائي المونديال ثلاث مرات في نص النهائي من اصل ست مشاركات. الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تحقيقا للفوز بالمونديال، خمس انتصارات والثالث على البطوله. خمس انتصارات، الاول ريال مدريد. الفوز في المونديال. في المونديال الفوز بالمباريات في المونديال. ايوه. خمس انتصارات. كلامنا ماشي اتفضل. خمس انتصارات، ريال مدريد 10 انتصارات، وبرشلونه الثاني 7 انتصارات. الحمد لله النادي الاهلي عنده اكثر ثلاث لعيبه مشاركه في المونديال، وائل جمعه، ابو تريكه، حسام عاشور. برضو الحمد لله النادي الاهلي اكثر فريق عربي وافريقي شارك في مونديال الانديه. ست مرات، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020. الحمد لله النادي الاهلي عنده اول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفه في مباراتين خلال نسخه واحده، محمد الشناوي في النسخه دي خرج باثنين كلين شيت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. افضل تمثيل افريقي خلال اخر خمس سنين في كاس العالم. الناس اللي بتقلل من الانجاز، تعال نشوف اخر خمس سنين في كاس العالم للانديه بالنسبه لقاره افريقيا. يعني 2016 سان داونز حقق المركز السادس، 2017 الوداد المغربي مركز سادس، 2018 الترجي مركز خامس، 2019 الترجي مركز خامس برضو، 2020 النادي الاهلي المركز الثالث. فكلها طبعا بالتاكيد ارقام عامه قياسيه. ارقام عامه وهامه جدا وقياسيه للنادي الاهلي. هي توثيق للحدث وتوثيق للمونديال وتوثيق، ويعني الحمد لله زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي هو امبراطوريه كرويه لا تغيب عنها شمس البطولات. كريم على الجانب الاخر، عشان برضو ايه، عشان ما نخشش في جدل بقى بعد يعني ربنا يدينا ويديك طول العمر يعني. في هتبقى 2000 وكام؟ هتبقى 3000 بقى صح؟ بالظبط. هتبقى 3000 بالظبط، يبقى برضو الحلقه دي موجوده بالزبط. يعني ارشيف لاحفادنا بقى ولا ايه ما اعرفش، لكن عشان من دلوقتي خلينا نتكلم في افضل نادي في القرن القرن 21 القرن ال 21 بالنسبه لافريقيا. نعم. قبل ما هبدا الكلام في النقطه دي، بس هضيف على كلام احمد نقطه اخيره، ان فوز النادي الاهلي على بالميراس البرازيلي هو اول فوز رسمي
لفريق كرة قدم سواء أندية أو منتخبات على كافة الأعمار يحصل في التاريخ. ده أول مرة في حياتنا نكسب نادي أو فريق كرة برازيلي. لا، المنتخب الأولمبي كسب المنتخب البرازيلي بطولة ودية. هي بطولة ودية لكن ده رسمي. لكن ده ماتش رسمي. بطولة ودية مع كامل احتياطاتها. بطولة رسمية أعتقد. نعم؟ كانت بطولة رسمية؟ بطولة ودية. لا لا. بطولة ودية. بطولة ودية. احنا نظمناها. احنا اللي كنا منظمينها. بطولة ودية. لكن بس احنا اعتبرها رسمية. نعم؟ لا معلش. النادي الأهلي هو أول واحد. طيب. اللي هنقول دلوقتي يا جماعة، وأنا باصص للكاميرا أهو، اللي هنقول دلوقتي عشان الأجيال القادمة وأحفادنا ما يتخانقوش مع بعض. احنا دلوقتي بنوثق أرقام نادي القرن في القرن 21. خلاص القرن العشرين احنا قفلناه سنة 2000 لما النادي الاهلي حسم هذا اللقب واتقفل بكل ارقامه بحلو ومر بكل شيء. خلاص سنة 2000 قفلنا بيفتض بكل حاجة. كل حاجة قفلنا. طيب بدأنا القرن 21 من سنة 2001 بإحراز النادي الاهلي كابتن اسلام بطولة المركز الثالث للمونديال. هو خد 4 نقاط، ولازم نوضح هنا نقطة مهمة ان تصنيف الكاف وعدد النقاط اتغير في سنة 2017 لما دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية اتقدم وبقى في دور ال 16 ومبقاش في دور الثمانية. وبالتالي لو نفتكر في القرن العشرين كنا بادئين بطل دوري الأبطال كان ساعتها بياخد 4، بعد كده بدأ ياخد 5. من 2017 بطل دوري أبطال أفريقيا بياخد 6 نقاط. الوصيف في البطولة بياخد 5 نقاط، الفريق اللي بيوصل للسيمي فاينل بياخد 4 نقاط، الفريق اللي بيوصل لدور الثمانية بياخد 3 نقاط، الفريق اللي بيفنش ثالث في مجموعته بياخد 2، الفريق اللي بيحتل المركز الرابع في مجموعته في دور 16 بياخد 1، وأي مباراة الفريق بيكسبها في مونديال الأندية بياخد 2. في مونديال الأندية؟ اي ماتش تكسبه تاخد 2. الكلام ده انت اللي بتقوله يا كريم؟ نعم الكلام ده انت اللي بتقوله. لا تصنيف رسمي. تصنيف رسمي. رسمي. ونضيف بس حاجه، ده بالنسبه لكابتن اسلام ده وقت افريقيا. طيب للكونفدراليه شيل نقطه، يعني في الكونفدراليه البطل ياخد ايه؟ 5، والوصيف ياخد 4، لغايه لما توصل لغايه الفريق اللي يحتل المركز الرابع هياخد 0.5 نقطة. أوكي. تمام. ده دي البدايه، ده الاساس اللي احنا هنمشي عليه، ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. قبل بس ما تكمل كلامك يا كريم، يا جماعه دلوقتي ناخد خلينا في ناخد سكرين شوت للموضوع ده، نرجع له تاني وناخد سكرين شوت. كل جمهور النادي الاهلي ياخد سكرين شوت ويخليه على تليفونه. نعم. عشان لما يجي حد يتكلم بعد كده، الله اعلم احنا برضو مش عارفين، مع ان الفارق دلوقتي هتعرفوه من كريم، لكن خد سكرين شوت وخليه على تليفونك، على الصور عندك في التليفون وخليه عندك. لو اي حد من لا يشجع النادي الاهلي يتكلم معاك، حضرتك وري له التصنيف ده بيبقى ماشي ازاي الاول. والتصنيف ده احنا برضه مش هيصدقك، بس مش مهم، بنحسبه على البطولات من 2017. طيب قبل 2017 أيوة. دوري الابطال كان 5 نقط، تشيل برضه نفس الفكره قلتها لك، تشيل نقطه. يعني النظام ده اتحط لما الاتحاد الافريقي قرر انه يعمل دور المجموعات من دور ال 16 مش دور الثمانيه زي ما كان النظام فيما قبل 2017. طيب تمام. عشان بقى نسهل الموضوع لحضراتكم، النقاط دي بتوصلنا دلوقتي التصنيف بقى شكله عامل ازاي بعد حصول النادي الاهلي على 4 نقاط في مونديال الانديه. حصل 4 نقاط ليه؟ لان النادي الاهلي كسب ماتشين، كسب الدحيل وكسب بالميرس. حد يقول لي طب النادي الاهلي تعادل وكسب ركله الترجيح، ده يحتسب فوز؟ ايوه بيحتسب فوز، وبالتالي النادي الاهلي خد 4 نقاط. وبال4 نقاط دول النادي الاهلي وسع الفجوه مع المنافس المباشر وهو نادي مازيمبي. تاني اهو نادي مازيمبي. ماشي. نادي مازيمبي هو المنافس المباشر للنادي الاهلي في تصنيف انديه افريقيا في القرن 21. النادي الاهلي بقى 84 نقطه، نادي مازيمبي في المركز الثاني ب 58 نقطه، نادي الترجي التونسي في المركز الثالث ب 56 نقطه، نادي النجم الساحلي في المركز الرابع ب 55 نقطة، المركز الخامس مناصفة بين نادي الزمالك ونادي الوداد المغربي ب 34 نقطة، المركز السابع نادي الرجاء وإنيمبا الناجي 29 نقطة، والتاسع الصفاقسي التونسي 28 نقطة، وأخيرا المركز العاشر الهلال السوداني 25.5 نقطة. طيب السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، نادي مازيمبي محتاج قد ايه عشان يوصل قرن لرقم النادي الاهلي؟ نادي مازيمبي محتاج انه يكسب 4 بطولات، فرق الوقت 26 نقطه، فمحتاج انه يكسب 4 بطولات لدوري ابطال افريقيا عشان ياخد 4 في 6 بكام؟ 24 نقطه، ويكسب مباراه
في كاس العالم مونديال الانديه، فمحتاج اربع نسخ على الاقل. في حين ايه بقى ايه؟ ان هو بيعمل الكلام ده يبقى النادي الاهلي ما بياخدش حاجه خالص اي شيء في ربنا يديك العمر بقى بس كريم. الوضع بتاعنا حاجه جميله جدا يا كريم والله بجد، توثيق رائع جدا للارقام وانا بشكرك الحقيقه عليه، لانه زي ما قلت وخدوا سكرين شوت برضو يا جماعه من اللي حضراتكم شفتوه من شويه، الارقام وعدد النقاط والكلام ده كله. سؤال برضو ليك يا كريم معلش قبل ما اروح لحد. الاتحاد الافريقي دلوقتي في اي مسؤول داخل الاتحاد الافريقي محسوب على النادي الاهلي حاليا زي ما كان بيتقال زمان على يعني على الدكتور مصطفى مرضى فهمي يعني؟ لا طبعا مفيش. ولا وتاني على الرغم ان هم يعني عشان حته بس علاقة. لا عشان حته بس عشان الدكتور مصطفى مرضى فهمي اذا التصنيف جداً. التصنيف بتاع نادي القرن في العشرين اتحط سنه 94 في السنه اللي الكابتن صالح سليمه رحمه الله عليه قرر ان النادي الاهلي لا يشارك في اي بطوله افريقيه بعد كده بسبب الفضيحه التحكيميه اللي حصلت في ماتش السوبر الافريقي بمتابلة ماتش الاهلي والزمالك، كان ساعتها في مشاكل تحكيميه كتير. فساعتها النادي الاهلي فضل حوالي 5 سنين ما بيلعبش. رجعنا في سنه 99 لما لعبنا دور المجموعات، 5 سنين النادي الاهلي ما شاركش، وكان نادي الزمالك بيلعب في افريقيا بعد انسحابنا الاهلي، لان النادي الاهلي كان هو اللي بيكسب الدوري. يعني النادي الاهلي نادي الزمالك كان بيلعب في دوري الابطال وكان هو بس فريق واحد اللي بيشارك ساعتها. النادي الاهلي كان هو بيكسب الدوري ما كانش بيروح، وبالتالي النادي الاهلي شارك بشكل غير مباشر في حصول نادي الزمالك على عدد نقاط كتير في السنوات دي. وبالتالي تاني يا جماعه مفيش اي تدخل، مفيش اي حاجه، التصنيف اتحط من زمان محطوط والناس كلها وقفت عليه. وحتى دلوقتي نادي الزمالك ونادي الاهلي بيمشوا على الانديه الافريقيه اللي بيمشوا على نفس التصنيف ونفس الطريقه اللي اتعمل بيها التصنيف بتاع القرن القرن العشرين. والنقطه المهمه جدا يا كابتن اسلام، فكره ان التسعه اكبر من السبعه وبالبطولات، ما هو ده امر ظالم. ليه؟ هو انت النهارده عايز تحسب البطولات اللي كسبتها بس ومش عايز تحسب البطولات اللي انت شاركت فيها؟ طب انا شاركت في 100 بطوله، انت شاركت في 10 بس، هنحسبها فين العدل هنا؟ ما ينفعش. فهنا النقطه تاني اهو، الفكره مش عدد فوزك ببطولات بس، لا ما ينفعش، لازم تقول لي انت شاركت قد ايه. والتصنيف حتى النهارده نادي الزمالك لما بيطلع للتصنيف الاول في دوري الابطال النادي الاهلي، طب انت بتاخد اخر 5 مشاركات انت بتكسبش، هو انت في اخر 5 سنين كسبتهم؟ ما بتكسبش، انت بتاخد النقاط على حسب الادوار اللي انت وصلت لها، وبالتالي النقط هنا بتنفعك. لو انت شلت ده وقلت طيب خد البطولات بس، مش هتبقى من اول تصنيف ولا تاني ممكن طب. طيب اذا لا يوجد حد ينتمي للنادي الاهلي زي ما كان بيتقال، طبعا هو ما بين قوسين يعني، لكن ده سؤال جه على دماغي دلوقتي وانا بتكلم، والله بتكلم بمنتهى ولا تريقه ولا تعدى بمنتهى الامانه يعني، بسال لانه ده الكلام اللي كان بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. اخيرا يا دكتور احمد هنتكلم عن ارقام بدر بنون النهارده بما انه هو نجم هذه الحلقه. طبعا بدر بنون هو القطعة الشرنج اللي كانت بتنقص دفاع الاهلي في الفترة الاخيرة او تحديدا في السنة الاخيرة. صراحة النادي الاهلي بقى صلب دفاعيا، صلب جدا دفاعيا. الميزة اللي فعلا اضافها النادي الاهلي او مع بقيادة موسيماني طبعا في الفترة الاخيرة القوة الدفاعية تحديدا، في حتى في المونديال في دوري ابطال افريقيا فعلا بقى عندنا صلابة دفاعية، سواء بدر بنون سواء ياسر ابراهيم سواء ايمن اشرف اي حد بيلعب في المساك. لكن نيجي بقى الارقام بدري بنون تحديدا امبارح ايه اللي اضافه بدري بنون. بدري بنون رغم ان فريق بالميراس البرازيلي كان بيضغط علينا ضغط عالي، الا ان هو كان قادر على الخروج بالكوره بشكل ممتاز قدامنا ارقامه على الشاشه. اولا التمريرات بتاعته، هو تاني اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل تمريرات، عامل 62 تمريره منهم 56 صح. طيب احنا بنقسم التمريرات لثلاث درجات، في تمريره قصيره اللي هي لغايه 10 متر، تمريره متوسطه من 10 ل 40 متر، وتمريره طوليه اللي هي اكتر من 40 متر. بدري بنون عامل كام؟ عامل تمريره متوسطه وطوليه 56 تمريره منهم 51 صح. وخمسه بس قصير. خمسه ده اللي هو مسافه اللي هو اللي جنبه ال 10 متر اللي جنبه، لكن اكتر من 10 متر عامل 56 تمريره. وده رقم مميز جدا، ده بياكد ان هو عنده قدره كبيره جدا في الخروج بالكوره. قطع التمريره كم مره؟ 7 مرات، استخلص الكوره 9 مرات، نسبه الالتحامات الهوائيه 1 من 2 50%، الضغط على المنافس 2 من 2 بنسبه نجاح 100%، الالتحامات الدفاعيه قدامنا على الشاشه الالتحامات الدفاعيه 5 من 7. بالتالي ارقام بدر بنون واحد من اهم المكاسب
وموقع سوفا سكور اختار محمد الشناوي رقم واحد في الارقام في النادي الاهلي، رقم اثنين بدر بنون، فاستحق التحيه بصراحه، واضاف صلابه دفاعيه كبيره جدا لخط دفاع النادي الاهلي. الخريطه الحراريه، الخريطه التمريرات هنستعرضها، هنبص هنلاقي ان هو زي ما قلت لحضرتك هو تاني اكتر لاعب عامل تمريرات امبارح في النادي الاهلي بعد حمدي فتحي. لو بصينا على الخريطه هنلاقي ان هو كان محور بناء الهجمه. انت دايما لما بتقابل فريق بيضغط عليك ضغط عالي عندك محمد الشناوي بيضغط ضغط عالي بيلعب برجله كويس جدا، وبدري بنون اللي قدامنا على الشاشه الخريطه التمريرات، وبص حضرتك هتلاقيها كلها لقدام اغلبها عامل، بص المسافه اللي هي السهم ده اللي هو اللي طالع ده التمريره المتوسطه والطوليه اللي احنا قلنا عليها من 10 ل 40 متر تمام، او اكتر من 40 متر، لكن التمريره القصيره اللي تحت ال 10 متر عامل 5 بس. فتمريرات بدري بنون كلها لقدام وكلها تمريرات طوليه، دليل ان هو عنده الرؤيه وعنده الفيجن بصوره ممتازه وجيد جدا في بناء الهجمه، وساعدنا جدا في اي فريق بيضغط عليك ضغط عالي بيعرف يستخلص، غير ان هو بيلعب بروح وحماس كبير جدا. طيب اذا دي كانت الارقام والاحصائيات الخاصه ببدر بنون. بكره ان شاء الله عندنا ايه؟ حصاد للبطوله كلها، هنقول ارقام للبطوله بشكل اجمالي. هتقول ارقام بايرن ميونخ؟ كله التشكيل المثالي بقى. وهنختار طبعا التشكيل المثالي من وجهه نظري، من وجهه نظر احمد، من وجهه نظر طبعا كابتن اسلام اكيد هيشاركنا. لا لا انا مش هشارككم. ده لا ده بكره عندنا طبعًا. بكره عندنا مفاجآت في التشكيل، كل واحد هيختار تشكيله هتعجب الناس كتير. انا سمعت المفاجاه كده فقلت لا انا ماليش دعوه يا عم، انت اللي لا طبعا احنا تيم واحد ودايما في ظهر بعض. ان شاء الله بكره يبقى هتبقى حلقه مميزه، وانا بشكركم الحقيقه على مجهودكم خلال الفتره اللي فاتت، وكل الناس الحقيقه اللي بتشترك في هذا العمل. ان شاء الله بكره نتكلم على كل الاسماء اللي موجوده. اشكرك كريم على وجودك معانا. شكرا احمد على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اثنين من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن اسامه عرابي، وايضا النجم الكبير الكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم معاهم في رؤيتهم وفوز النادي الاهلي ببطوله او برونزيه بطوله كاس العالم للانديه. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجمين الكبيرين.